السلام عليكم. اليوم نعرفكم بشركة تركية أزمرت ألجيريا، وهذه شركة اللي متخصصة في إنتاج وتحويل الحديد والصلب، و يعني تحويل إلى منتجات حديدية، يعني حديد مسطح وحديد أسلاك، ويعني أنواع مختلفة من الحديد، وكذلك متخصصة في استرجاع النفايات الحديدية وتحويلها. إذن هذه الشركة اللي عندها زوج مصانع في الجزائر. المصنع الأول تم يعني الدخول في الإنتاج فيه في 2015 في ولاية عين تيموشنت، والآن راهي بصدد فتح مصنع جديد بولاية تبسة، واللي سوف نشاهد المصنع هذا نتعرف عليه في فيديو آخر. اليوم نتعرف على مصنع عين تيموشنت لتحويل إنتاج وتحويل الحديد والصلب، وكذلك للعلم أن هذه الشركة هي تعمل بشراكة مع شريك جزائري، مانال، شريك مانال، شريك جزائر مناجم. إذن هذا هو شركة مشتركة جزائرية تركية بصيغة 49.51%. أترككم تتابعون، والسلام عليكم. مصنع تزوغ بولاية عين تيموشنت في تزويد السوق الوطنية بهذه المادة المهمة في إنجاز المشاريع السكنية ومختلف مشاريع البنى التحتية، حيث يوظف هذا المصنع 600 عامل جزائري. هنا بالمنطقة الصناعية مزوغة بولاية عين تيموشنت يتواجد مصنع لإنتاج الحديد والصلب، الذي يختص في إعادة تدوير النفايات الحديدية والتي تمر عبر عدة مراحل. المهام تاعي انا بانو اوبيراتير، خرج اللانغو من الفور فور شوفونت، من بعد كي خرج اللانغو فور شوفونت يفوت على مراحل باش يخرج السيركل تاع البني. هي بصراحة مراحل عدة، يعني اولا نقل النفايات من معظم ولايات الجزائر، عندنا وحدة لتحضير هذه النفايات، هناك كاين تقص، هناك كاين انه والله فرز، هناك كاين انه تنظيف هذه النفايات. بعد عملية هذه التنظيف النفايات تأتي إلى الأفران، في الأفران تتم في طريقة خاصة تدويب هذه النفايات وتخريج مادة نصف مصنعة، هي كما ترون هذا اللانجو. خلق مناصب عمل لامتصاص اليد العاملة هي من بين أهداف هذا المشروع. تعقد فيها الشركة من 2015، أول قد شوية صعوبات في إيجاد عمل مستقر، ودروك الحمد لله كوننا ورفدنا خبرة في هذا المجال. في الفترة السابقة كنت عاطل عن العمل، وتحطيت الملف تاعي في التشغيل، ولغاو لي استدعوني هنا في شركة أوزمان، وانا اللي نخدم هنا. المصنع عنده القدرة الإنتاجية تاعه 450 ألف طن سنويا، ولكن لكوننا في البدايات تقريبا إننا نعمل في قدرة إنتاجية 60%. هو مشروع يدخل ضمن توجه الدولة نحو الاعتماد على المنتوج المحلي وضمان الاكتفاء الاقتصادي دون الحاجة إلى الاستيراد.